أهلا بكم من جديد في فقرة متواصلون. منذ القدم والإنسان يبحث عن وسيلة للتعارف والتقارب بين الشعوب، ووجدوا العديد من الوسائل كالفن والموسيقى، لكن تبقى الرياضة أحد أهم الوسائل لتوطيد العلاقات بين الشعوب، لما فيها من تنافس شريف بين كل شعوب العالم. فالرياضة هي أحد الجسور التي تربط الشعوب ببعضها، وجسر محبة وتواصل بين الناس، لما تحمله من أهداف قيمة وتزيل كل المطبات والعقبات وتودد العلاقات. وأفضل وسيلة للترويج لذلك هي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد عمر المدلل، ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بك يا عمر. أهلا وسهلا. الجميل اهتمامك الكبير بالرياضة، عاشق للرياضة، صح؟ أكيد. بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذا شيء واضح طبعا، دائما نشوف بوستراتك وصور تنزلها على الفيسبوك. خبرنا عن تجربتك مع وسائل التواصل الاجتماعي، لماذا اخترت هذا الخط بالذات؟ أكيد، يعني أنا من محبين الفيسبوك، واختاريت هذا الشيء لحبي إلى الرياضة طبعا، وبالأخص كرة القدم. جميل جميل، خبرنا عن هذا العشق وهذا الحب، وكيف بدأ وكيف طورت هاي الفكرة بحيث أنك كل فترة تلبس اللباس الكامل مال أي بلد وتتصور في مكان معين، خبرنا عن السالفة كلها. أوكي، طبعا من صغري أنا عندي هواية أنه أحب أنه أحفظ عواصم العالم والأعلام، فهي كرة القدم بها كل العالم، كل دول العالم تلعب كرة القدم. فأيضا يعني حبيت كرة القدم لهالسبب، لأن كل دول العالم بها. وأنا عندي هواية أنه أجمع قمصان الدول، ففكرت أنه أطورها وأوصل من خلالها رسالة. جميل، شو الرسالة اللي أنت حابب توجهها؟ الرياضة توحد الشعوب، بينما السياسة والتعصب الديني تفرق. إذن هذه الرياضة هي اللغة التي يفهمها كل شعوب العالم. أكيد. ويحبونها وأيضا يتفاعلون معها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. نتكلم أيضا عن يعني هاي فكرة جمع الأزياء، كيف جتك الفكرة؟ يعني هل كنت مثلا يالس فجأة جتك الفكرة، ولا كان في موقف معين هو الذي دفعك لذلك؟ أكيد، يعني من نتفرج كرة قدم نلبس قمصان الدول. أوكي. فبعدين قلت رحت محلات رياضة وشفت عندهم قمصان. فقلت ويا نفسي خلي أشتري وأسوي هاي الفكرة لبالي، أنه أتصور لكل شيء، كل ما يتعلق بالدولة. خلنا نتكلم عن هاي الصورة مثلا. أوكي. عمر هي. منتخب هولندا. أيوة. منتخب النرويج، الفايكينج. الفايكينج، لازم تخبرنا عن قصة الفايكينج بشكل سريع. قصة الفايكينج. طبعا رحت هناك إلى متحف الفايكينج اللي بأوسلو بالنرويج. وهناك رحت، كان عندهم هاي العدة اللي هي الخوذة والفاس وغيرها. فهناك رحت عليهم وقلت لهم حاب يعني انه استعيرها منكم واتصور بيها. فقالت لي في وقتها انه هذه للبيع، بس من وريتها الفكره من وراها فعلا قالت حتى لو ممنوع انا راح اعطيك اياها تتصور بيها. اذا سمحت لك انك تاخذ الملابس. فشافت الهدف نبيل من وراها، فهي حبته وغيرها وغيرها، الكل يعني حب الفكره. طيب، أعطينا تفاصيل أكثر عن فكرة جمع أزياء المنتخبات العالمية لكرة القدم واختيارك لهذه الهواية، إلى أين تطمح أن تصل؟ إن شاء الله أفكر أنه أجمع 208 دول. حلو. أنا لحد الآن مكمل 90. نعم، هل في علاقة معينة تربطك مع مثلا بعض الفرق مثل هذا اللي نشوفه؟ مقدونيا. لا لا. لا، لمجرد أنه أجمع الدول. نعم. وهي المنتخب السعودي. المنتخب السعودي، يا سلام. ايوه، ونشوف المزيد من الصور. الامارات. الله. طبعا حلو، جميل انك تحط يعني كل دوله وتلبس لي. فلسطين. نشوف بعد فيتنام. اوكي. 90 دوله لغايه الان. اي يا عمر، انت والله يزيد ان شاء الله. جميل جميل. وهل انت تسافر لكل هاي الدول؟ لا، مو كلها. بس بعض منها. بعض منها. هني المنتخب الصيني. تقريبا يعني سويت هاي البوسترات في تقريبا 10 إلى 12 دولة.
اوكي تمام، في 10 الى 12 دوله. اي أيوة. سو كل ما يتعلق بالدول، يعني مو شرط ان يكون بهذيك الدول. طيب اذا انت الان كما ذكرت جمعت 90 بوستر، 90 دوله. أي. ناوي على 208 ان شاء الله. 208. معلوماتك الرياضيه جدا غنيه. شكرا جزيلا. ممكن تحدثني يعني كنا ندردش قبل الهوا وقلت لي حافظ كل المباريات من سنة 1930 لغاية 2016 ما شاء الله. طب ممكن أختبرك؟ أوكي. طيب تفضلي. من حراس اليابان في مونديال 98 لكرة القدم؟ يوشيكاتسو كاوغوتشي، سايغو نارازاكي، نوبويوكي كوجيما. اثنين، من حكم مباراة النهائي في هذا المونديال؟ المغربي سعيد بلقولة. طيب شاركت الإمارات في كأس العالم في أي سنة؟ عام 1990 في إيطاليا. طيب من سجل هدف دولة الإمارات ضد ألمانيا الهدف الوحيد؟ أنا انتهت 5-1 وخالد إسماعيل سجل الهدف. ممتاز ما شاء الله عليك. شكرا يعني معلوماتك جدا غنية في هذا المجال. هل تقرأ كثيرا؟ هل تتابع المباريات؟ من أين اكتسبت هذا الكم الهائل من المعلومات الرياضية؟ في قديم الزمان ما كان موجود الانترنت، فكنا جرائد ومجلات وتلفزيون طبعا. أوكي. بس بعدين من اجى النت اكيد يعني اكثر يعني صارت. طب سؤال، من سجل الهدف التونسي في المنتخب المجري؟ صح بالمنتخب المجري ما لعبوا سوى في كأس العالم. مع منتخب المجر ما لعبوا سوى. انت متاكد؟ هذا السؤال يعني من البروديوسر اسكندر السويع. لا، على منتخب رومانيا 1-1 عام 1998. معناها معلومة البروديوسر خاطئة، يعني نعتذر منك أبو يحيى لأن عمر المدلل تفوق عليك في هاي المعلومة، مع أن أبو يحيى أيضا عاشق لكرة القدم ومتابع. طب من هم أهم لاعبي الجزائر في كأس العالم الأخيرة؟ أهم لاعبين الجزائر طبعا من ضمنهم إسلام سليماني، رياض محرز، سفيان الفغولي، ريسم بلحي. ما شاء الله. الإبراهيمي أيضا. الإبراهيمي أكيد. أوكي. شكرا على وجودك معنا. طبعا عمر المدلل ناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ناشط رياضي لازم نحطها بين قوسين. شكرا على وجودك معنا وكل التوفيق، نترياك لين ما تجمع الميتين وكم؟ 208. 280 منتخب. 208 هي. كلمة صغيرة تحب تقولها عبر برنامجنا؟ أكيد. أنا جدا أشكركم على هاللقاء الحلو، وجدا أتشرف أني أكون في قناة دبي. ونحن أيضا زادنا شرف وجودك معنا يا عمر. شكرا. أنا أشكر حضرتك. إلى مشاهدينا نستكمل أخبارنا.